احنا الحمد لله، يعني المرة اللي فاتت توقفنا عند الباكت فورواردنج او اللاير 3 فورواردنج. يعني احنا شرحنا اللاير 2، قلنا ازاي بيحصل حاجة اسمها الماك تيبل او الماك ادرس تيبل، بتحصل ازاي، يعني ازاي بيتكون وازاي السويتش بيقدر يحول يحول لك الفريم بناء على الكيم تيبل او الماك ادرس تيبل. بيشوف انت في اي ماك ادرس بتاعك رقم كام، بيحوله على اساسه. وعرفنا ايه هي الفيلان، وازاي بنقدر نعمل فيلان. المره دي باذن الله هنتكلم على لير 3 فوروردنج. يعني ايه لير 3 فوروردنج؟ لير 3 يعني احنا بنتكلم على باكت، مش فريم دلوقتي، باكت في لاير 3. طيب في لاير 3 عندي حاجتين، يا اما الباكت ديت في نفس السبنت، يعني في نفس الاي بي بتاعها في نفس اللان، او في ديفرنت سبنت. لو في نفس السبنت وهنستخدم في معاها الارب بروتوكول. وهنشوف ايه هو الارب بروتوكول دلوقتي. الارب بروتوكول هو عباره عن ان انا بجيب بيبقى معايا الاي بي ادرس، يعني معايا الاي بي ادرس بتاع السورس وبتاع الديستنيشن، وبعدين بعمل فلودنج، بدور على الماك ادرس، بسيرش على الماك ادرس بتاع الديستنيشن عن طريق ان انا بعمل برودكاست. ف البرودكاست بيوصل للديستنيشن طبعا، لان هو في نفس السبنت برودكاست، فبيوصله فبيرد عليا يونيكاست بالماك ادرس بتاعه. تعالوا كده نشوفها على بورد. لو عندي وقلت ان ده سويتش وده الجهاز الف، SE، وهنا الجهاز B، تمام. وايه دوت اي بي 10.1.1.5، وبي اي بي هو 10.1.1.6. ايه عايز يبعت باكت لبي؟ فاول حاجه هيكتبها هيعمل سورس اي بي، هيحط 10.1.1.5 سورس، ديستنيشن اي بي هيحط 10.1.1.6. طيب وبعدين هيحط ايه؟ هيحط السورس ماك ادرس بتاعه، وهيجي عند ديستنيشن ماك ادرس هو ما يعرفوش، فهيبعت رساله فيها ارب ريكويست بيقول يا جماعه صاحب الاي بي 10.1.1.6 يبعت لي الماك ادرس بتاعه. والرساله ديت برودكاست، يعني هتخرج من كل مكان في السويتش ما عدا البورت اللي فيها السورس. فلما تخرج برودكاستنج هتوصل لبي، بي هيرد يقول انا والله انا ماك ادرس بتاعي كذا، انا صاحب الاي بي 10.1.1.6. يوصل هنا ل A، فيقوم جاي كاتب الماك ادرس بتاعه ويبدا يبعت على اساسه. فاذا عندنا ماك ادرس تيبل، عندنا ارب تيبل بيتكون، ارب تيبل دوت بيبقى مكتوب فيه ايه؟ بيبقى مكتوب فيه الاي بي مع الماك ادرس للسورس والديستنيشن. الكلام ده موجود فين؟ في المالتي لاير سويتش او في الراوتر. لو انا عندي بره، لو انا خارج بره السبنت، يعني لو
جاهزين بره الصبن ده 10 1 1 5 ده 10 1 1 6 والاثنين سلاش 24 وديت 2. ايه اللي هحتاجه علشان اعمل ده؟ دول طبعا اتنين لان مختلفين خالص. ايه اللي هحتاجه علشان يحصل فوروردنج عشان الرساله توصل من A ل B؟ هحتاج راوتنج. هحتاج راوتنج يعني الراوتر هنا يقوم بعمليه الراوتنج. ايه هي عمليه الراوتنج؟ اني انقل الداتا من سبنت لسبنت مختلف. تمام، دوت اتكلمنا فيه عن الارب وازاي بنكريت الارب وايه هو الارب ريكويست وازاي بيتعمل يعني. هنا بنتكلم على باكيت راوتنج. باكيت راوتنج عندنا الراوتنج طبعا بيبقى فيه اكتر من طريقه، يا اما راوتنج براوتنج بروتوكول زي الاي ار بي، زي الريب بروتوكول، زي الاو اس بي اف، زي الاي جي ار بي، يا اما راوتنج عن طريق ستاتيك بروتوكول. والستاتيك ببقى معرفه الروت كامل، بقول ان نقطه السورس لنقطه الديستنيشن، والديستنيشن دوت وراه صمت كذا والسورس عنده صمت كذا. ده هنشوفه قدام شويه ان شاء الله. طيب ده مثال على الراوتنج. دوت الراوتر هيقوم بدوره ان هو ينقل من 192 168 1 254 ل 192 168 2 254. طبعا الراوتر دوت عنده حاجه اسمها روت بروسيسور، بيقدر يفهم من خلالها ان دي في صبنه ثانيه، فبيعمل وانها دايركت كونكتد، فبيوزق فبياخد الباكيت من A يوديها على B عن طريق الروت بروسيسور بتاعه. طيب هنتكلم في ده دلوقتي حالا. بس خلينا الاول نشوف ازاي اعمل اساينمنت لاي بي ادرس على الكمبيوتر على الراوتر بتاعي. احنا في سي سي ان اي كلنا كنا بنعمل انترفيس عادي خالص اهو. واضح قدامكم يا شباب ولا في مشكله في الشيرنج؟ باين قدامكم الشير ولا لا؟ تمام، الشير مفتوح. تمام تمام. سي سي ان اي كنا بنعمل ايه عشان نقدر ندي اي بي ادرس لبورت معينه في الراوتر دوت؟ كنا بنديها ازاي الكمبيوتر، توصل الكمبيوتر بالراوتر. اوكي لو عايزه ادي اي بي ادرس للبورت ديت اللي هي اسمها جيجا 000، بدخل انيبل كونف تي، بدخل على الانترفيس، او لا اي بي ادرس ادي لها اي بي مثلا 10 1 1 1 255 255 255. صح، عندي ادرس 10 1 1 1 اي بي 255 255 255 0. طيب لو انا قلت لك ان انا عندي هنا سويتش، الكمبيوتر ده واصل على السويتش، تمام، الـ
الكمبيوتر دوت اي بي او 10.1.1.2 بسب نت ماسك 255.255.0 وديفولت جيت واي 10.1.1.1. هل الكمبيوتر ده تقدر دلوقتي يشوف الديفولت جيت واي؟ يقدر يشوف الديفولت جيت واي. جبنا كمبيوتر تاني، اعتبر ان ال 10.1.1.255 خلصت، السبنت كله خلص، والكمبيوتر دوت جالي اضافي موجود عندي في الشركه. يعني انا عندي 254 كمبيوتر وده ال 255، الكمبيوتر ال 255 فالسبنت خلص معايا، محتاج ادي لدوت اي بي. هعمل ايه؟ هدي له في سبنت جديد وليكن 10.1.2.2 تمام. عشرة واحد اتنين اتنين هيبقى 10.1.2.1 255 255 255. شباب لو انا عايز بي سي 1 يكلم بي سي 0 وعلى نفس السويتش دلوقتي، هينفع ولا مش هينفع؟ ايه الحل من وجهه نظركم؟ الحل ان احنا نخلي الانترفيس بتاع الانترنت بتاع الراوتر يبقى سب انترفيس، اثنين سب انترفيس، بحيث يعرف يكلم اثنين بي لان في نفس الوقت، بحيث ان هو يقدر بس هما الاثنين مش في اثنين في لان، ده هما الاثنين في في لان واحده على فكره. فيلان واحدة، مش الاتنين مش في اتنين فيلان ولا حاجة. الحل ان في امر جديد موجود المفروض ان احنا نعرفه، ان الراوتر اصلا مش بيشيل اي بي واحد، لا لا بيشيل مالتي اي بي. الانترفيس ممكن اكتب فيها اي بي ادرس، ده بالنسبة للراوترات الحديثة، معرفش طبعا الباك تريسر بيدعمها ولا لا. اي بي ادرس 10.1.1.10.1.2.1 كده دوت بقى في نفس السبنت، واقول له سكندري تمام. وهنا طبعا الباكت تريسر مش بيدعمها، بس انا هوريها لكم ريال ان شاء الله دلوقتي على راوتر حقيقي يعني. فالامر انك بس بتضيف كلمه سكندري في الاخر فيضيف لك اي بي فيرجن 4. كم اي بي فيرجن 4؟ الى ما لا نهايه، ممكن تحط لحد ما انت عايز. الاي بي فيرجن 6 انت مش محتاج تحط سكندري، هو اصلا انت ما تقدر تحط مالتي اي بي، سواء 1 2 3 4 4 اي بي 5 اي بي لحد ما انت عايز، العدد اللانهائي على نفس البورت. طيب وبيشوفوا بعض بيكلموا بعض؟ بيكلموا بعض. طب ليه يا باشمهندس احنا في سي سي ان اي لما جينا عملنا في لانز وكان بي سي 0 في في لان 1 وبي سي 1 في في لان 2 كنا بنعمل سب انترفيسز، ليه ما اديناش نفس الانترفيس 2 اي بي وخليناهم يكلموا بعض على طول؟ اقول لك لان ببساطه انا محتاج الانترفيس دي تبقى ترانك، محتاج الانترفيس دي تبقى ترانك، فانت بتحولها الاول تخليها تفهم الدوت 1 كيو اللي هو انها تبقى ترانك بروتوكول، بعد كده بعمل حاجه اسمها سب انترفيسز، بركب على السب انترفيسز ديت اي بيات، فبيبقى بي سي 0 مرتبط بالديفولت جيت واي اللي في سب انترفيس 1، وبي سي 1 مرتبط بالسب انترفيس 2. تمام كده يا شباب ولا في حاجه مش باينه مش واضحه؟ كان عندي بس سؤال. اتفضل. احنا ضفنا دلوقتي ثاني واحد عملنا سكندري، لو ضفنا كمان ثالث واربع كلهم هنكتب جنبهم امر سكندري برضو ولا؟ بالظبط، هتكتب كلهم جنبهم سكندري برضو. طب
طب هل بيفرق الانترفيس مثلا ان الاي بي الاساسي اللي انا حطيته في الاول عن السكندري، ولا بيفرقش؟ او من حيث بيعتبر مثلا الاساسي بالنسبه له هو اول واحد حطيته، ولا ما بيأثرش، ولا ايه الدنيا؟ اه طبعا بيفرق كتير. حتى لو انت جيت تشيل الاي بي اللي هو الاساسي، لو انت جيت تحذفه هيقول لك انا ما اقدرش احذف الاي بي الاساسي الا اذا حذفت السكندري. تمام. الاي في فرق طبعا ما بين الاي بي الاساسي والاي بي السكندري، ان البرايمري اي بي هي الاي بي الفيزيكال اللي واخداه فعلا البورت، بقيه الاي بيهات التانيه دي كلها اي بيهات فيرتشوال على الراوتر، مش صراحه يعني الراوتر مش بمعنى الصريح ان هو مديها للبورت، ولكن احنا بنستخدمها في حاله الاكستندد، فقط في حاله الاكستندد. تمام. بس في حاله ان انا عايز اوصل للراوتر بستعمل برايمري، بقى اتلنت عليه بالبرايمري مش بالسكندري، ولا ما تقدر بيفرقش؟ تتلنت عليه بالسكندري عادي، بس لكن يفرق زي ما قلت لك في حاجة واحدة بس، ان لو جيت احذف البرايمري ما اقدرش احذفه الا اذا حذفت السكندري كله تمام. اللي موجود على نفس البورت. تمام. بعد كده بتعامل معاه معاملة ان هو اي بي برايمري عادي جدا جدا، وهو ديفولت جيت واي الكمبيوتر التاني ده عادي جدا. تمام. دي نقطة جديدة انت هتشوفها في سي سي ان بي، ما كانتش موجودة عندك في سي سي ان اي، ازاي تدي اتنين اي بي لنفس البورت يعني. تمام. زي ما احنا شايفين اهوت، هو اضافه اي بي ادرس 172 16 10 254 255 255، كتب في الاخر بس سكندري، من خلال كلمة سكندري ديت هو قدر يعرف الراوتر ان هو ده اي بي تاني لنفس البورت. تمام. السب انترفيسز، احنا طبعا واخدين السب انترفيسز في سي سي ان اي، انت مجرد انك بتدخل على الانترفيس الرئيسيه وتقول انها انكابسوليشن كذا، احنا عاملينها انكابسوليشن دوت 1 كيو، وبتكتب الاي بي ادرس والاي بي فيرجن 6 لو امكن وخلاص. تعالوا كده نشوف هل في طريقه تانية ان انا اربط اتنين في لان غير طريقه السب انترفيسز ولا لا؟ يعني انا دلوقتي بعمل في لان واحد، بي سي صفر في في لان واحد، وبي سي دي في وبي سي 1 في في لان اتنين. تمام. تعال نكريت الفي لان، شوف بس دوت انترفيس كام، فاست ايثرنت 0 على 3 وده فاست ايثرنت 0 على 1، زي ما خدنا قبل كده ازاي تكريت في لان ببساطة انيبل كونف تي فيلان 10 اسمها اي تي نيم اي تي. تمام. وفيلان 20 واسمها اتش ار اسمها اتش ار. هنخش على الانترفيس اللي هي 0 على 3 انترفيس فاست ايثرنت 0 على 3، ونضيف نحطها سويتش بورت مود اكسس في سويتش بورت اكسس في لان 10. بعد كده 0 على 3 ديت في في لان 10. تمام. طيب 0 على 1 هندخلها في في لان 20 انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1. تمام. بورت مود اكسس
switchboard access VLAN 20. كده بقى عندي الانترفيس اللي هي متصله بي سي 0 في VLAN 20 والانترفيس المتصله بي سي 1 في VLAN 10. وطبعا انا هشيل الراوتر ده وهستبدله بمالتي لير سويتش. تمام. لان في الحقيقه احنا مش بنستعمل بس راوتر اوتوماتيكلي على الاكسس سويتش زي دوت. في الطبيعه لما تيجي تشتغل في شركه كبيره ان شاء الله هتلاقي ان الاكسس سويتش عندك ديت السويتشز اللي واصل بيها الهوستس كلها. بعدين في حاجه اسمها ديستريبيوشن سويتشز ودي بتبقى مالتي لاير سويتش، سويتشات بتلعب في لاير 2 في لاير 3. وبعدين في حاجه اسمها الكور سويتش، ومن الكور سويتش في حاجه اسمها الراوتر بقى. يعني بعد الديستريبيوشن بيجي حاجه اسمها الكور سويتش، وبعد الكور سويتش يجي الراوتر. والراوتر هنا بيبقى ايدج، ايدج يعني هو اللي بيخرجنا بره اللان. تمام، او بره السايت. يعني ندخل على الكور سويتش انيبل. حد قبل كده في سي سي ان ايه عارفين الكور سويتش، درستوه ولا لا؟ هو احنا بس خدنا فكره ان انت لما تتكلم فيلان بفيلان في سويتشات بيبقى جواها راوتر بس. وده اللي انا فاكره. تمام، في سويتشات بيبقى جواها راوتر. ده الحقيقي ان في سويتش بيشتغل في لير غير لير 2، دي لازم تبقى فاهمها. ان في سويتش بيشتغل في لير 3 وفي سويتش على فكره بيشتغل في لير 4. يعني سويتش دوت سمارت لير سويتش بيشتغل في لير 4. ازاي برضه بيشتغل في لير 4 عشان تبقى مستوعب؟ بيشتغل في لير 4 يعني بيقدر يفهم الباكت او الباكت ديت هل هي تي سي بي ولا يو دي بي. بناء على الاكسس ليست لما بعمل اكسس كنترول ليست بحدد ان الباكت تي سي بي او يو دي بي وانها بتشتغل على بورت كذا فيمنعها او يالاود. عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيقدر يقرا السيجمنت اللي موجود عليها. فهو هنا بيقدر يشوف لير 4، فالسويتش ده اسمه مالتي لير سويتش عشان كده ان هو اعلى من لير 2، اعلى من ده اخره لير 2 سويتش بس. خلينا نشوف في المالتي لير سويتش. انا دخلت دلوقتي هظبط الانترفيس دي انها ترانك فاست ايثرنت 0 على 1. انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1. سويتش بورت مود ترانك. دي بقى سويتش بورد. اول تعالى نخش على السويتش دوت. هنظبط الانترفيسز اللي موجوده هنا واللي هنا انها ترانك، فبالتالي هيقدر يكاري الفيلان 10 وهيكاري الفيلان 20. وهندخل على السويتش نعمل حاجه اسمها اس في اي. ايه هي الاس في اي ديت؟ ان انا بعمل حاجه اسمها فيلان 10 وادي لها اي بي ادرس فيلان 10
في لان 10 احنا قلنا هي موجوده لبي سي 0 صح؟ هنخش انترفيس في لان 10 احنا كده عملناها تمام. انترفيس في لان 10 هنقول له اي بي ادرس 10.11.255.255.255 تمام يا شباب ولا ايه؟ انا كده بس مجرد ان انا كريت ان هنا في اتنين فيلان 10 و20 موجودين على السويتش دوت، هعملهم هم على المالتي لاير سويتش اللي هنا، وبضيف لهم الاي بي بتاعهم. في الزمان انا كنت ليه بضيف هنا اي بي في الفيلان؟ فاكرين في السويتش 0 في الاكس في سي سي ان اي كنت بضيف اي بي للفيلان لمجرد المانجمنت عشان اقدر اوصل للسويتش من نفس السبنت، صح ولا لا؟ يعني انا لما كنت بدخل على انترفيس هنا لو لاحظت انا دلوقتي في على سويتش 0 بدخل على انترفيس VLAN 10 وبقول له اي بي ادرس وبيضيف اي بي معايا. اخدته ده في سي سي ان اي ولا لا يا شباب؟ خدناه تمام. انك انت وانت قاعد انت كنت بتضيف اي بي للسويتش دوت علشان تقدر تدخل من نفس السبنت من على الجهاز دوت، تقدر تمانج السويتش من الجهاز اللي داخل الفيلان، تقدر تمانج السويتش. بس هل الاي بي ده كان له استخدام حقيقي؟ لا، ما كانش له اي استخدام. طيب الاي بي اللي احنا بنضيفه دلوقتي هنا في المالتي لاير سويتش هيبقى له استخدام؟ هيبقى له استخدام. ليه؟ لان المالتي لاير سويتش بيعرف يعمل حاجه اسمها راوتينج. فلما هتجي له الداتا من فيلان 10 رايحه للمالتي لاير سويتش، هتيجي هتكلم البورت اللي اسمها 10.11.1 اللي هي الديفولت جيت واي، ويعمل لها راوتينج ل 10.11 ل 10.1.2.2 عادي جدا ببساطه، كان هنا موجود راوتر. طب التكنولوجي دي اسمها ايه؟ اسمها اس في اي، اسمها اس في اي سويتش فيرتشوال انترفيسز. كده انا عملت VLAN 20 وحطيت برضو ايه الاي بي بتاع الديفولت جيت واي بتاعها، ولو جينا نبص نشوف هيبقى بي سي 1 بي سي 0 نعرف السويتش. احنا ناقص في السويتش بس نخلي البورت دي ترانك، بس ايثر ننزل على 0 على 2 نخليها ترانك. احنا هنخش اكزيت انترفيس فاست ايثرنت 0 على 2 سبورت مود. هي حاليا مود ترامب. كده بقت اللي هي البورت دي ترانك والبورت دي ترانك. هيقوم دلوقتي الكابسوليشن بتاعها دوت 1 كيو المعتاد يعني. تمام. طيب هل دلوقتي الكمبيوتر دوت يقدر يبنج على الكمبيوتر التاني ولا لا؟ بنج 10 عشان
اتنين اتنين simulation يعني again باكت من الاول هذه الباكت خرجت اهيت بينج ماي سي ام بي باكت تمام باكت اللي لونها لونها بنفسجي دي تقريبا باكت اس تي بي اس تي بي هتتبادل خالص عادي يعني مش مشكلة المشكلة فين هنا شو اي بي اوامر الشو كلها بنعملها في الانيبل مود شو اي بي انترفيس ريف عشان نشوف اي انترفيس شغاله معانا انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1 اب اب شو انترفيس سويتش بورت ده بيقول ان فاست ايثرنت 0 على 1 ترانك تمام وعنده في لان شو في عنده في لان 10 وعنده احنا ما عملناش في لان 20 خلينا نيجي هنا تاني البنك شباب احنا كنا محددين الانترفيس دي تقريبا لفيلان 10 والعكس هنشوفها كنترول زد شو فيلان دي 10 ودي 20 شو شو انترفيس فيلان 10 تمام اب اب 10 1 1 5 انترفيس فيلان 10 تمام كده ادي 10 فعلا ادي 20 دلوقتي الاس بي اي عباره عن ايه يا شباب؟ احنا زي ما احنا اتفقنا الـ SVI هو عبارة عن اني باجي على المالتي لير سويتش معلش الصوت عبارة عن ان انا باجي على المالتي لير سويتش بكريت نفس الفيلانز اللي موجودة هنا
عندي على الشبكه، وبدلهم اي بي اللي هي الديفولت جيت واي بتاعه الاجهزه ديت، وبخلي اللينك اللي ما بين المالتي لاير سويتش والسويتش بتاعتي ترانك عشان تكاري كل الفيلانز اللي موجوده. فبالتالي الاجهزه دي هتقدر توصل لبعضها عن طريق ايه المالتي لاير سويتش اللي موجود هنا. هو في هنا في ترابل شوتينج المفروض هنعمله على اللاب دوت، ان احنا نعرف بس الايرور فين، لكن هيشتغل معاك ان شاء الله لما تيجي تطبقه عملي. بس مش عايز اطول مده السيشن يعني. عرفنا المشكله فين؟ المشكله ان انا كان ده مالتي لاير سويتش وهو كان شغال في لاير 2، فانا حبيت لازم يشتغل في لاير 3، فانا كتبت بس الكوماند اللي اسمه اي بي راوتينج. شكرا رياض، كتبت اي بي راوتينج بس خليت السويتش يشتغل من لاير 2 للاير 3، هو مالتي لاير سويتش طبعا. بان لك بقى ان 10.1.1.0 دايركت كونكتد، وهنا شغلنا الـ SVI السيناريو دوت شغلنا من خلاله الـ SVI. حد عنده مشكلة في الـ SVI يا شباب ولا لا؟ مفهوم الكونسبت بتاعها؟ اوكي تمام. طيب هو الكونسبت بتاعها بس بسيط جدا، ان انا دلوقتي عندي في الاس بي اي المالتي لاير سويتش بكريت عليه فيلانز زي بالظبط ما انا عامل على الريال لايف. هنا في فيلان واحد وفيلان اثنين، بروح اكريتهم بديلهم اي بي ادرس اللي هم الديفولت جيت واي بتوع الاثنين دولت. بما ان المالتي لاير سويتش بيقدر يفهم اللاير 3 فهيعمل هيعمل راوتنج، تمام، هيعمل راوتينج ليه. طيب لو بصينا بدو شو، لو انت على فكره في كونفيجريشن مود تقدر تكتب امر دو وتكتب اوامر الانيبل مود عادي. دو شو انترفيس اي بي انترفيس بريف، هتلاقي نفسك هتلاقي كلهم لسه موجودين في لاير 2 لسه زي ما هم، مش اسايند ليهم اي اي بي ادرس، والميثود بتاعهم انسيت. ولو حبيت حتى دو شو انترفيس سويتش بورت هتلاقي كلهم شغالين لير 2. طيب انا عايز مثلا عندي راوتر هنا، تمام، ومربوط الراوتر بس لازم يشتغل، ومربوط مع مالتي لاير سويتش على الانترفيس ديت اللي هي فاست ايثر نزل على 0 على 2. عايز اشغل ال 0 على 2 ديت اخليها تلعب في لاير 3. ازاي اعمل دوت؟ ببساطه بدخل على انترفيس فاست ايثرنت 0 على 2، بقول لها سويتش بورت نو سويتش بورت نو سويتش بورت. في الاول لما هي كانت فيها سويتش بورت كانت عباره عن لاير 2، ما اقدرش اضيف لها اي بي ادرس. دلوقتي اقدر اضيف اي بي ادرس مثلا 5.5.5.5. تمام كده، شوف كده الفرق ما بين الانترفيس 0 على 2 والانترفيس 0 على 3 مثلا. اقول له اي بي ادرس من غير ما ادي الامر اللي هو سويتش بورت نو سويتش بورت، اي بي ادرس 4 4 4 يقول لي انفاليد، ما يعرفش ايه هو الاي بي ادرس ده. طب هو بيقول لي انفاليد ليه؟ عشان لسه الانترفيس فاست ايثرنت 0 على 3 ديت في لير 2. ازاي احولها من لير 2 لير 3؟ انا اقول له نو سويتش بورت نو سويتش بورت. ننتقل على نقطه ثانيه اسمها الفوروردنج اركتشرز. فوروردنج اركتشرز
بتعرفك او بيبين للمهندس الشاطر ازاي يقدر يحصل فلودنج للداتا داخل الشبكه، ازاي السويتش او المالتي لاير سويتش دوت بيفكر او الراوتر بيفكر لما بيجيله باكيت بيعمل فيها ازاي بيعمل لها راوتنج ويوديها للديستنيشن صح. تمام. في الفوروردنج اركتكتشرز احنا قلنا في اللاير 2 ان السويتش في اللاير 2 هيعمل فوروردنج اركتكتشر بناء على الماك ادرس، يعني السويتش دوت عنده حاجه اسمها ماك ادرس تيبل ونقدر نشوفها ب شو ماك ادرس تيبل. تمام. ماك ادرس تيبل دوت بيتكريت بطريقتين، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك زي ما احنا شايفين. ستاتيك بانك انت بتدخل الماك ادرس بايدك، يا اما دايناميك بان لا هو نفسه بيدخل الايه هو نفسه بيعرف الجهاز دوت واصل على البورت الفلانيه عن طريق تبادل البيانات. يعني بي سي 0 لما يجي يبعت بيان فاول حاجه بيعملها السويتش ان هو بيسجل والله بي سي 0 دوت على الانترفيس فاست ايثرنت 0 على 2 بماك ادرس كذا ومنتمي لفي في لان كذا. تمام. بي سي 1 لا ده منتمي لفي في لان في في لان 10. تمام. والماك ادرس بتاعه كذا ومربوط على فاست ايثرنت 0 على 2. لا ده انا عندي جهاز تاني اللي هو بي سي 1 دوت اهوت تمام. هنروح للسويتش هتلاقيه عارف اهوت على فاست ايثرنت 0 على 2 عن طريق الديناميك ومربوط بفيلان 20. تمام. دوت ده السويتش ازاي بيفكر؟ ده السويتش صغير. طب المالتي لاير سويتش ازاي بيفكر؟ لو جات له بيان ازاي بيفكر؟ ازاي بيقدر يفهم ان البيان دوت في لاير 2 ولا في لاير 3 ويحوله او لا؟ اول حاجه هو الباكت لما بتوصل للمالتي لاير سويتش بتوصل حاجه اسمها انجريس اي بي باكت. انجريس اي بي باكت بتروح على المالتي لاير سويتش. المالتي لاير سويتش هنا بيفكر بحاجه اسمها سي اف. دي تكنولوجي عاملاها سيسكو اسمها سي اي اف، تكنولوجي جديده سيسكو هي اللي عاملاها اسمها سي اف. ايه التكنولوجي دي؟ ببساطه قسمت الدنيا نصين، حاجه اسمها روت بروسيسورز تمام وحاجه اسمها سي اف. الروت بروسيسورز لو انا دلوقتي حاجه ما عايزه راوتنج اول حاجه بتروح للروت بروسيسور. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ان هو بيشوف الراوتنج تيبل وبيدور بقى براوتنج بروتوكول معين وبيسيرش بيجيب الارب فبيقدر يكون الارب تيبل. خلاص لأول مرة احنا كونا الارب تيبل وكونا الراوتنج تيبل وعملنا الراوتنج تيبل بقى كامل عندي والارب تيبل بقى كامل عندي. ثاني مرة الكمبيوتر هيجي يبعت بيانات هيروح تاني يعمل نفس الهيدج دوت على السي بي يو والسي بي يو يقعد يدور في الراوتنج تيبل ويقعد يدور على الارب تيبل تاني ولا لا خلاص بقى عنده راوتنج تيبل وارب تيبل هياخدهم زي ما هم كده. بيعمل حاجة اسمها شورت كات للراوتنج تيبل في السويتش انجن بتاعه وبياخده كشورت كات بينزله وبعد كده بياخد الارب تيبل وبيحطه كتيبل تاني بيسميه ادجسنس تيبل. يبقى احنا بنعمل بيحصل بالظبط ايه؟ بيحصل ان بياخد كوبي او شورت كات من الراوتنج تيبل يحطه في السويتش انجن بتاع سي اف والارب نفس الحكايه بينزلهم للسي اف. طيب لما يجي الكمبيوتر A يبعت للكمبيوتر B ودوت في سبنت ودوت في سبنت يحصل ايه؟ يروح للسي اف على طول. طيب الشورت كات دوت عباره عن ايه؟ الشورت كات ده عباره عن
بدل ما احنا كنا في الراوتينج تيبل، لو جينا نبص على الراوتينج تيبل بتاعنا، على اي راوتينج تيبل موجود هتلاقي انيبل كونف تي دو شو اي بي روت، هتلاقي ان 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 هو بيعرف في الراوتينج تيبل الاي بي، تمام، وهو جاي عن طريق ايه، ستاتيك ولا دايناميك ولا ارب ولا ريب ولا قصدي ريب ولا او اس بي اف ولا اي اي جي ار بي ولا اي اس اي اس ولا غيره، البروتوكول اللي هو شغال بيه والادمنستريتيف ديستانس، وعلشان يخرج هيروح على انهي انترفيس، صح؟ طيب اللي احنا هناخده من دوت كله عشان نحطه كشورت كات، لا انا مش هاخد اي حاجه خالص، انا ماليش دعوه بالبروتوكول اللي جه من خلاله، ماليش دعوه بالادمنستريتيف ديستانس اللي موجوده للروت دوت، ماليش دعوه باي حاجه، انا ليا دعوه بان اللي هيخرج من السبنت A رايح للسبنت B هيخرج على انترفيس فاست ايثرنت 0 على 2 بس. هيتكرر جدول جديد مختصر خالص في سبنت A سبنت B الانترفيس اللي اخرج من خلاله، سبنت A سبنت B الانترفيس اللي اخرج من خلاله دوت كده. احنا عملنا حاجه اسمها الاف اي بي تيبل، تمام، وهو شورت كات من الراوتينج تيبل. طيب والارب بروتوكول، الارب بروتوكول هو عباره عن بروتوكول، الارب تيبل هو عباره عن تيبل بيبقى موجود فيه الماك ادرس، الفاست ايثرنت، البورت الفلانيه والماك ادرس بتاعها. طب بستخدمها ليه الارب تيبل دوت؟ شوف كده يا باشمهندس معايا، انا لما اجي ابعت من بي سي 0 لبي سي 2، بي سي 0 بيكتب الاي بي بتاعه ويحطه في سورس اي بي، وبيكتب الاي بي بتاع البي سي بتاع البي سي 1 ويحطه في الديستنيشن اي بي. طيب السورس ماك ادرس بتاعه، السورس الديستنيشن ماك ادرس بتاع البي سي 0 هيبقى ايه هو؟ يا شباب الديستنيشن لما بكريت الرساله، الديستنيشن بتاع الرساله هيبقى اي ماك ادرس. الاثنين مختلفين خالص في الشبكه، فهو اكيد مش هيقدر يوصل للديستنيشن ماك ادرس بتاعه. طيب هيعمل ايه؟ هيروح يكتب الماك ادرس بتاع الديفولت جيت واي بتاعه، ده موجوده في سي سي ان اي. ان انا لو انا عندي كنا في سي سي ان اي بناخدها بالشكل دوت، احنا بس عشان رسمينها مختلفة، رسمينها مختلفة خالص. عندي كمبيوتر هنا وكمبيوتر هنا، قلت لك انا في الكمبيوتر دوت وصلته كده، والكمبيوتر ده وصلته كده، حتى في امتحان سي سي ان اي بتيجي، وقلت لك ان بي سي 2 عايز يوصل لبي سي 3 هيكتب ماك ادرس ديستنيشن ماك ادرس، هيبقى عبارة عن انه ديستنيشن ماك ادرس هيبقى بتاع بورت جيجا 0 على 0 على 0 على 0 دوت الديستنيشن ماك ادرس النكست هوب، صح كده بالظبط، الديستنيشن ماك ادرس هيبقى النكست هوب. هنا بالظبط في الارب تيبل هيحصل نفس الحكايه، هكريت ارب تيبل وهكتب في الارب تيبل اني الجهاز الفلاني ماك ادرس بتاعه، الجهاز الفلاني وماك ادرس بتاعه، الجهاز الفلاني والماك ادرس بتاعه، ده اللي هعمله في الارب تيبل. وهنزل الارب تيبل زي ما هو في السي اف انجن وهسميه ادجيسنس تيبل. بقى عندي اثنين تيبلز جداد، واحد اسمه اف اي بي تيبل وواحد ثاني اسمه ادجيسنس تيبل، باخد على اساسهم الفوروردنج اكشن، ان جهاز بي سي 0 هيبعت لجهاز بي سي 1 هيمشي ازاي؟ هيروح الاول ل المالتي لير سويتش، هيعديه على السي اف، هيشوف هل هو موجود في الاف اي بي ولا لا. اوكي موجود، خلاص اتس اوكي، شوف الماك ادرس اللي هيروح من خلاله عن طريق الادجسنس تيبل، بياخد الماك ادرس من الادجسنس تيبل بعد كده. طيب لو ما لقاهوش في الاف اي بي هيطلع فوق خالص للروت بروسيسور
ويشوف الروت بروسيسور ويابديت بيه الاف اي بي عنده. بعد كده اي باكت ثانيه جديده هتوصل هيعدي على الاف اي بي تيبل. لو لاحظنا هتلاقي هنا الانجريس اللي هو ان دلوقتي الداتا داخله للمالتي لير سويتش. دلوقتي الداتا هنا داخله للمالتي لير سويتش. اول حاجه الداتا ديت هتروح للاف اي بي، هتروح للسوفت وير انجن بتاع سي اف، هتروح للاف اي بي. ايه هو الاف اي بي؟ هو عباره عن شورت كات زي ما احنا شايفين كده، النتورك البرفكس ماكس البرفكس ماسك بتاعها والادجسنس بتاعتها اتاتشد على انهي انترفيس. يعني من الاخر الشبكه تمام، والشبكه ديت عشان اوصل لها اروح لانهي انترفيس او اروح لانهي نيكست هاب. هيدخل الداتا هتروح للاف اي بي، بعدين هيشوف في الجدول دوت، من خلال الجدول دوت هيعرف هو الراوتينج هيمشي ازاي. طيب لو مش موجود في الجدول دوت، لا هياخد هيرجع تاني، هيحصل بانتد باكت وتطلع فوق للراوتينج بروسيسور. الراوتينج بروسيسور هيقدر يشوف في الراوتينج تيبل او عن طريق الراوتينج بروسيسور نفسه، عن طريق الستاتيك روت والاو اس بي اف والدايركت كونكتد، بيقدر من خلالهم يعرف الباكت ديت تمشي ازاي. اول ما يعرف يقوم جاي واخد نسخه من الكلام اللي هو من البيان اللي هيضيفه جديد في الراوتينج تيبل، او البيان اللي موجود في الراوتينج تيبل اللي لسه ما حصلش بيه ابديت الاف اي بي، يعمل بيه ابديت الاف اي بي وينزل هنا في السوفت وير انجن. طب جت رساله جديده، هيروح للاف اي بي اوتوماتيك يعرف من خلالها. طب احنا كده عملنا عمليه سرعه، لان انا كنت في الاول بسيرش في الراوتينج تيبل، والراوتينج تيبل دوت بيستهلك كتير جدا من البروسيسور بتاعي، بيستهلك بيكونسيوم البروسيسور خالص. لما باجي انا اشتغل بلاقي ان في هيدك كبير جدا على الراوتر. فتخيل لو انا عندي 40 50 يوزر بيعملوا هيدك على الراوتر، طيب لو زادوا بقوا 400 500، لو انت عندك 300 فرد في المؤسسه هتبقى مشكله كبيره. فالسي اي اف جت حلت لنا المشكله ديت. لا ده انا عندي هنا شورت كات في الاف اي بي، اولا دوت اسرع كتير جدا، كتير جدا جدا كمان، هتلاقيه سريع جدا في السيرشنج ويخرج من خلاله ويروح على الادجسنس تيبل ويجيب من خلاله الماك ادريسز ويحصل يوصلك للديستنيشن. ده لاب عاملاه سيسكو تمام، ده راوتر واحد اهوت. نخش على الراوتر ونقول انيبل كونف تي، او بلاش كونف تي، كنترول زد. انا هقول له شو اي بي سي اف. يا جماعه دوت بالظبط دوت اللي بقول لكم عليه، دوت هو الاف اي بي تيبل، وده فعليا اللي بناخد على اساسه الراوتنج ديسيشن. يعني لو انا جات لي دلوقتي باكت من بي سي 1 اللي هي في في لان 10 عايزه تروح لبي سي 3 اللي هي في في لان 13، هتيجي من خلال الموضوع دوت، هيروح للاي بي سيف، هيروح للسيف، بعد كده يفكر الاف اي بي تيبل موجود فيه ديت؟ اه موجوده. طيب هل موجود في بي سي 3؟ اه موجوده، خلاص اتس اوكي، ابعتها من خلالها. اللي موجود ايه؟ الشبكه، السبنت ماسك بتاعها اتاتشد في انهي مكان. طيب ايه الفرق بين اتاتشد يعني دايركت كونكتد اتاتشد. طب ريسيف نون دايركت كونكتد، ريسيف هو استقبلها، نون دايركت كونكتد تمام. طيب دروب، دروب ديت معناها هنا مثلا لو لاحظت دروب هنا تبقى عباره عن لوب باك انترفيس 127.0.0.0 اللي هو لوب باك انترفيس، فاي باكت هتتبعت على اللوب باك انترفيس هيحصل لها دروب تمام. لو لاحظت هنا 224/4 دوت عباره عن برضه هيحصل لها دروب، و240 هيحصل لها دروب،
ديت اي بيهات، دي كلها اي بيهات احنا بنستخدمها للدروب اصلا. يعني ال 127 دوت عباره عن لوب باك انترفيس. لما لو انا باعت حاجه للوب باك انترفيس هيحصل دروب على طول. تمام؟ يعني دي طبعا ال 224 و 240 هم ريزيرفد. انما لو انت جيت للباقي كله اللي هو النون ريزيرفد اللي هي الاي بيهات هتلاقيها ريسيف او اتاتشد. اتاتشد دايركت كونكتد. ريسيف يعني هيروح على انترفيس معينه، هيبعتها بقى على انترفيس معينه. تمام؟ نوت دايركت كونكتد. خلينا نشوف ال السيناريو دوت من سيسكو. سيسكو على فكره بتحط السيناريو دوت في سي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج لنتورك اكاديمي. بتقول في السيناريو دوت عباره عن ايه؟ عن ان بي سي 1 فيلان 10 وبي سي 2 فيلان 20 وبي سي 3 فيلان 13 عايزين هم يكلموا بعض باستخدام السب انترفيسز. طبعا ديت في سي سي ان ايه المفروض، يعني ما يعني اي حد في سي سي ان ايه اشتغل سي سي ان ايه هيعرف هيعرف يعملها. هيجي هنا الاول، خلينا نفتح الانترفيس بس الاول. جيجا 0 على 1 انترفيس، جيجا 0 على 1 نوش داون. كان ايه الكوماند اللي بيخلي لي الانترفيس ديت انكابسوليتد دوت 1 كيو؟ احنا عملنا لها نوش داون. تمام؟ بعد كده بقول انترفيس جيجا 0 على 1 دوت 10. عملنا اول سب انترفيس لفيلان 1 وهنحط فيها انكابسوليشن دوت 1 كيو عشان بس نحدد الانكابسوليشن. فيلان هنكتب رقم 10 بس. فيلان اي دي بتاع، ونكتب الاي بي بتاعها اللي هو اي بي ادرس 172 17 10 1. نفس الحكاية، هخرج اعمل انترفيس 20 بلس انكابسوليشن دوت 1 كيو 20 اي بي ادرس 172 17 20 دوت 0 دوت 1 255 255 0. تمام، نفس الحكاية على الانترفيس 30 انكابسوليشن دوت 1 كيو فيلان 30 اي بي ادرس 172 17 30 1. انا كده عملت ايه يا شباب؟ معايا ولا لا؟ مستوعبين معايا؟ انا جيت على الراوتر دوت، خليت الانترفيس ديت اب، واديت لها اي بي ادريسز لكل الديفولت، عملت سب انترفيسز لكل فيلان من دول. هنا هاجي هنا على السويتش اشوف الانترفيس دي اللي هي جيجا 0 على 1. تمام، شو انترفيس جيجا 0 على 1. عايزين نعرف بس هل هي سويتش بورت بتاعها شو؟ سويتش بورت بتاعها ايه؟ enabled mode، هي لسه في الاكسس، اكسس مود اهوت. تمام، عايزين نخليها ترانك، يبقى كونف دي انترفيس جيجا 0 على 1
اخليها ترانك ازاي؟ سويتش بورت مود ترانك ام بقت ترانك مود. كده هتلاقيه هو ضاف الاي بي هات اللي موجوده هنا ديت عنده بقى دايركت كونكتد سويتش يقوم بس. تمام دلوقتي هو بيقدر يبينج على نفسه. هنشوف بس البي سي دوت 21 22 23 تمام. ناقص خطوة هنا في الراوتر، مين يا شباب اللي يقدر يقول عليها؟ قبل الانترفيس، في الانترفيس نفسها. تقريبا مفيش فيلانات متكريتة للأجهزة. بالظبط كده. فاحنا هنعمل فيلان 10 كنترول زد كونف تي فيلان 10 فيلان 10 تمام و كنترول زد نشوف بقى الانترفيس بتاعها. انترفيس انترفيس كام ديت؟ بس ايترنت 0 على 11 فيس فاست ايترنت سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN تمام. وهنشتغل على ديت كمان. اول خلينا كده نشوف هيبنج على الديف بتاعه ولا لا. بورتو تفتح هيبنج ان شاء الله اول ما البورت تفتح. تمام كده بيبنج على الاي بي بتاعه على الديفولت بتوي بتاعه. هنيجي هنا برضو فيلان 20 اكزيت بعد كده انترفيس اللي هي موجودة فيها بقى الانترفيس دي كام؟ 0 على 18 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان كام؟ 20 كده دوت يقدر يبنج على ده. أول ما بورت تحول ل فورورد هيشتغل على طول. حاليا لسه في السنين بتاعي. تمام كده بيقدر يبينج على بعض اهو زي الفل.
نفس الحكاية في VLAN 30، يعني نفس الحكاية هتحصل في VLAN 30. حاجة أخيرة بس عايزين نقول عليها النهاردة برضو، اللي هي الـ SDM Templates. SDM ده Software Defined، مش طبعا احنا عندنا اثنين مصطلح SDM. في ناس اللي اتعاملت مع المنهج القديم قوي هتلاحظ ان في برنامج زمان كانت سيسكو بتعمله كان اسمه SDM، كان بينزل على كان بينزل على الكمبيوتر علشان نقدر نعمل 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 ايه نعمل مانجمنت، بس بدل ما كانت الدنيا مش ويندوينج كده وشاشه سمراء وبتشتغل بالكوماند لاين وبتاع، لا بقت فيرتشوال، بقى فيها كوماند وبقى فيها ويندوينج، وتقدر تدخل تضيف الاي بي في الانترفيس بايدك، والدنيا لذيذه جدا على برنامج الاس دي ام دوت اسمه سكيورتي ديفايس مانجر. ده مش هو خالص الاس دي ام اللي احنا هنتكلم عليه، بس عشان الناس ما تتلخبطش، الاس دي ام ده مصطلح سيسكو استخدمته مرتين، عملت حاجه اسمها سوفت وير ديفايند مانجر وحاجه اسمها سكيورتي ديفايس مانجر. السكيورتي ديفايس مانجر هو مجرد ان هو كان بيشتغل على الكونفيجريشن بتاعه الراوترات والسويتشات من خلال ويندوينج، تمام. انما الاس دي ام بتاعنا اللي هو السوفت وير ديفايند مانجر دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ان الراوتر كان بيحجز جزء من الرام بتاعته وجزء من البروسيسور للكام، مثلا للكام اللي هو الكام تيبل اللي هو الماك ادرس تيبل، وجزء تاني للتي كام، والتي كام احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وقلنا التي كام الاكسس ليست والكواليتي اوف سيرفيس. الاكسس ليست والكواليتي اوف سيرفيس برضو بينكتبوا في تيبلز وبتنضاف في عند الراوتر في الرام. فانت لما هتيجي تفتح الرام بتاع الراوتر هتلاقيه حاجز مساحه للكام تيبل وللتي كام تيبل، ومساحه كمان للراوتينج تيبل، ومساحه للسي اف تيبل، وهكذا. طيب المساحات ديت انت عايز تغير فيها، والله انت شايف ان انا بستعمل في الكام في الماك ادرس تيبل مساحه، انا عايز مساحه اقل من كده ووفر مساحه اكبر للاس دي للراوتينج للسي اف، والله لا انا شغال على مالتي لير سويتش انا بشتغل في السويتشنج اكتر او بشتغل في الراوتينج بتوين فيلانز اكتر، فمايل لناحيه الفيلان اكتر، فلا هقول له اس دي ام بريفير فيلان. ساعتها انا كده غيرت، خليت الراوتر او السويتش يوفر مساحه اكبر للتيبلز اللي خاصه بالفيلان، او خليت الاس دي ام يوفر مساحه اكبر للتيبلز اللي بتتعمل عن طريق الراوتنج، او خليت الاس دي ام يوفر مساحه اكبر للسويتشنج. فهمنا يعني ايه الاس دي ام دوت؟ الاس دي ام هو اس دي ام، انا ما شفتش حد الصراحه في الحياه العمليه لحد دلوقتي استعمل التمبلتس ديت، بس لكن لو انت عندك هيوج كومباني او عندك عدد يوزرز كبير جدا احتمال تستعملها، بانك انت مثلا هتوجه المالتي لير سويتش دوت ما هوش شغال راوتينج كتير، فانت خليه اس دي ام بريفير فيلان عشان هو شغال على فيلان اكتر، تمام. خلينا اوريك شو اس دي ام مالتي لير سويتش اهوت، شو اس دي ام، تمام جميل جدا. في مالتي لير سويتش قبل الكوماند بريفير، شو اس دي ام بريفير. انا دلوقتي هو بقول له وريني كده الاس دي ام بتاعتي، او انا مفضل دلوقتي ذا كرنت تمبلت از ديسكتوب ديفولت، تمام ديت اسم التمبلت بتاعتي خلاص. والله انا موفر لك 6K لليونيكاست ادريسز للماك ادريس، وموفر لك 1K للاي بي فيرجن 4 اي جي ام بي جروبس والمالتي كاست روتس، وموفر لك 8K للاي بي يونيكاست روتس 6K كده. شايف ازاي هو موفر لك المساحات ديت للحاجات اللي هو موضحها لك هنا دي، تمام. طب انا عايز اغير البريفير دي واخليها حاجه تانية، لان انا شايف ان انا بستخدم في لانز مثلا اكتر، اقول له اس دي ام بريفير في لان مثلا،
تمام في الكونفج مود، اخش على كونف مود وبعد كده هقول له SDM prefer. خلينا نشوف كده ايه اللي موجود في لان. شايفين هما دولت التمبلتس الموجودين اكسس وديت اكسس ديفولت وراوتينج والفي لان. خلينا نشوفها كده في الراوتينج. بعد كده اقول له دو دبليو ار عشان يسيف اتس اوكي. وبعد كده اقول له ايه كنترول زد واقول له عشان ياخد الايفكت لازم يريلود ريلود. تمام دخلنا على مالتي لير سويتش وكده عمل ريلود يعني عمل ريستارت للسويتش. المساحات اللي مخصصه للجداول اتغيرت لمساحات جديده تمام، وبقى مخصص حاجات اكبر لحاجات تانية. يعني لو جينا هنا نشوف الراوتينج مثلا هتلاقيه اهو مديله 11 كي الاي بي فيرجن 4 روتس هتلاقيه مديله 11 كي فوق. لو لاحظنا هنلاقيه مديله 8 كي فغير المساحات. طبعا هنا انت بتتكلم في لو انت عندك بقى اكتر من مالتي لير سويتش ومحتاج تشوف التغير ال اس دي ام بتاعهم لفي لانز مثلا اتس اوكي، لان المالتي لير سويتشز اللي شغاله في الديستريبيوشنز هي اكتر حاجه هتشتغل على الفي لان. طيب لو انا نقلت للكور لا ده انا محتاج احول المالتي لير سويتش اللي موجودين في الكور لراوتنج لان هم هيشتغلوا اكتر في الراوتنج. تمام كده يا شباب ولا ايه؟